يكسب اي مباراة، وفي هذا العام بدا مباراتين من غير فوز، يعني الان عنده 8 مباريات افريقية من غير فوز. وخطيرة وبوتريكا على الهدف الاول، اخطر فرصه بالمباراه، ولكن للاسماء اللي ممكن تخول ويحلم افريقيا ما في شك. انا حكيت انه الفريق من 8 مباريات في الشامبيونز ليج ما كسبش مباراه، والامور تدفع بالحاضر. شوف اللاعب مش ممكن في السيناريو امر، والهدف يقتل، الهدف يقتل. برافو بوتريكا، مش ممكن تزلق في هذه اللحظه، تتعثر في هذه اللقطه، مش ممكن. هدف كان ممكن تفاديه. شوف فلافيو، خرجت الكوره من احمد السيد، يبعد على كمال زعيم، يعدي كرة تتهيأ، بوتريكا وحده يلعبها بطريقة رائعة، وكريم التويتي يتعثر في يوم ممنوع فيه التعثر، يتعثر في لحظة